السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ أول حصة من برنامج الوورد. أول حاجة غادي نحلو الوورد، نقلبو عليه في البيرو ديالنا على الشاشة. بالنسبة لي أنا غادي نقدمو لكم من تابلت، وبالنسبة للحاسوب غادي نتقلبو عليه في البيرو، سواء غيكون افيشي في البيرو سواء غادي تلقاوه في المنيو ديماري. فوالا بسم الله، دونك غادي نحلو الوورد. هذه الايكون ديال الوورد كاينه في الشاشه ديال لا تابلت. غنتسناو لوفيرتور. اول حاجه غادي نختارو نوفو دوكيمون او بيان دوكيمون فيرش، يعني واحد الصفحه اللي هي فارغه. نتسناو لوفيرتور على ما يفتح لينا. دونك كيف ما كيبان لكم هذه كتسمى اون فونيتر دو وورد، ما غاديش نقولوا مايكروسوفت باسكو هنا دابا حنا خدامين في الاندرويد، ما خدامينش على الحاسوب. الوورد، الاكسل، باوربوينت، لاكسيس كيكونوا انستالين دابخي لوفيس. لوفيس سيتادير اللي تابع لشركه مايكروسوفت. دونك نرجعوا لينا هنايا التقديم ديال هاد لا فينيتر هادي. دونك كيف ما كيبان لكم هادي نافذه ديال الوورد. الوورد هذا اسم بالانجليزيه، بالعربيه كيتسمى فوالا معالجه النصوص. هو برنامج ديال معالجه النصوص. كيفاش معالجه النصوص؟ يعني كيفاش نكتبوا واحد النص، كيفاش نديرو ليه تغيير ديال الشكل ديالو، لا ميزون فورم، نكبروا ليه لا تاي، نسطروا عليه، نبدلوا ليه اللون، نقادوا ليه لالينيومون، ايان سو دو سويت. دونك اون هو كنشوفو كيبان لينا مكتوبه دوكيمون. في بلاصه دوكيمون كيف ما سبقتو الى شفتو بالنسبه للحصه الاولى اللي درت ديال التقديم ديال الاكسل، كانت كتكون مكتوبه كلاسور، وكنت قلت لكم فوالا راه بالنسبه للوورد كتسمى دوكيمون. دونك فوالا هو في لا بار دي تيتغ عندنا دوكيمون. هذاك دوكيمون دونك نقدروا نسميوه مثلا، غنخليوه دوك باغ اكزومبل، نخليوه مثلا دوك اكزرسيس 1 ولا بريزونطاسيون. دونك كيف ما حنا نيت اصلا هذا غادي نسميوه تقديم، تقديم ولا بريزونطاسيون. نحاول نكتبوه مثلا بالعربيه، فوالا تقديم ديال الوورد. اوكي اختاروا اوكي. دونك فوالا كيبان لكم هي دوك تقديم. اي فوالا اون باراليل معاها كاينين دوطخ فوالا ايكون. هذا بالنسبه لكم نتوما كيف ما قلت، الا كان عندكم الحاسوب ما غاديش تلقاو، الا مثلا بغينا نبارطاجيو هاد الدوكيمون يعني سو دو سويت ولا نديرو ليه لونفوا. تحت من هاد فوالا العنوان ولا لا بار دي تيتغ عندنا لا بار دي موني، عندنا لي زيكون جينيرال العناوين الرئيسيه. كاين عندنا اول عنوان اللي هو فيشي، هذاك فيشي كاينين فيه دي سو موني، كاين العنوان الرئيسي وكاين العناوين فوالا التابعه له لي سو موني او بيان كيتسموا لي كوموند. عندنا نوفو كي كتشوفوا مثلا، الا بغينا نختاروا نوفو دوكيمون و فغير الا كان عندنا واحد لو فيشي ديجا مسجل وحنا بغينا نحسن نحلوه. مثلا كيف ما كتشوفوا هنا عندي لي دوكيمون ديجا مسجلين، الا بغيت نختار فيهم شي واحد غادي نكليك عليه وغادي يدير لينا لوفيرتور. كاينه انغوجيستري مثلا، الا غادي نكملنا حنا درنا لونغوجيست، كملنا فوالا لا سيزي، تحرير ديال هذاك النص وهذا بغينا نسجلوه انغوجيستري اوتوماتيكمون. وكاين انغوجيستري سو الا بغينا نسجلوه تحت واحد الاسم. كاين ليستوريك، لامبريسيون، دونك فوالا ليستوريك سيتادير فوالا لي زونسيون فيشي كي اون غولاسيون افيك هاد الدوني هذا. كاين عندنا دوطخ سو موني بور لو موني جينيرال فيشي امبريمي. فوالا كيف ما سبق لي كنت قلت لكم في الاكسل، دونك فوالا هنا كيطلب لينا لا ليزون سوا بار ريزو سوا بار فيل مع فوالا لو مويان دو لامبريمونت. وحنا اصلا هنا ما عندناش دونك ني با لي هاد تابلت افيك المويان ديال لامبريسيون سيتادير لامبريمونت. عندنا بارطاجي، الا بغينا نبارطاجيو هاد لو دوكيمون هذا ولا هاد ليكزورسيس ولا هاد الفيشي ولا هاد الملف مع كلكا. وعندنا لا فيرميتور اي بارامتر، دونك هنا
نرجعو كاين عندنا لو دوزيام منيو ou bien le deuxième onglet c'est accueil. Donc l'accueil كنلقاوه تاع كاين لو غرا ليتاليك le سولينيومون الكولوراسيون فوالا لالينيومون et ainsi de suite. Donc انا بالنسبه للا ميز ان فورم كاين عندنا انسيرسيون par exemple pour insérer des images, des formes automatiques, des tableaux et ainsi de suite. كيفما كيبان هنا دوكيمون فيرج طابلو ايماج يعني سو دو سويس. هادشي ان شاء الله نحاولوا نشوفوهم في الحصص المقبله. هذا غير تقديم ولا بريزونطاسيون ديال نافذه ديال الوورد, لا بريزونطاسيون ديال فينيتر دو وورد. كاين عندنا ديسان اوسي بور ديسيني, دونك نابورت سا دي بون على حساب شنو مثلا غنحتاجو حنا في لو ديسان. عندنا لا ميزون باج, هاد لا ميزون باج سي تري امبورطون غادي نوقف عليها علاش حيت الاخرين كلهم دونك بالنسبه للفيشيي ولا لاكي ولا انسيرسيون هادو فوالا نقدروا نديروا فيهم دي موديفيكاسيون سيتادير نديروا فيهم تعديلات حتى نسالوا النص ديالنا ولا استعص علينا الامر في شي حاجه وبانت لينا مثلا خصنا نديروا شي تعديلات نرجعوا ليهم. باغ كونتر بالنسبه لهاد لا ميزون باج سي تري امبورطون, بالعربيه كتسمى اعداد الصفحه. اول حاجه خصنا نديرو قبل ما نبداو نديرو لا سيزي خصنا نديرو لا ميزون باج, هذيك اعداد الصفحه سي تري امبورطون بالنسبه لكم. مثلا نتوما غادي تكونوا خدامين على الحاسوب, اول حاجه فاش كديروا لوفرتور ديال لا فينيتر ديال الوورد كتمشي دير فيشيي ميزون باج. دونك فوالا انا كنقول فيشي ميزون باج على حساب الفيرسيون اللي عندكم نتومايا لي مانستاليه, واش جو سي با دونك لونسيان فيرسيون سي ليكس بي ولا اللي هي دونك كومباتيبل افيك 2003 او بيان 2007 او بيان 2010 او بيان 2013 ولا 2017. دونك سا ديبون لا فيرسيون لي مانستالي. كتقلبوا على ميزون باج, هذيك ميزون باج كيف ما قلنا بالعربيه هي اعداد صفحه. اش كنختاروا فيها؟ دونك حنا اون جينيرال بالنسبه للناس اللي كيحتاجوا الوورد كيشدوا هذاك لو تريتمون ديالهم اللي كيكتبوا كيخرجوه في واحد الورقه اللي العبار ديالها اون جينيرال ستاندر كيتسمى A4, كيتسمى فورما A4. هذيك فورما A4 فيها 21 في العرض, عقلوا عليها 21 في العرض و 29.7 في الطول. A4 ايغال 21 في العرض 29.7 في الطول, وميم تعبروها بالمسطره غتلقاو هاد لي ديمونسيون. دونك اوتوماتيكمون نتوما فاش كتمشيو لهداك في ميزون باج كتكليكيو على فورما دو بابيي. فورما دو بابيي سيتادير لي ديمونسيون ديال الورقه ديالنا. كيفاش كتكليكيو؟ يا كتلقاو طاي بيرسوناليزي يا كتلقاو مكتوبه A4. دونك اوتوماتيكمون فاش كتكليكيو على A4 كيبان لكم في لا دروات ديالها ولا لاغوش, دونك على حساب لا بريزونطاسيون ديال الفيرسيون لوجيسيال اللي عندكم تلقاو هاد العبار هذا اللي قلت لكم 21 في العرض و 29.7 في الطول. دوزيامون كنختارو لوريونطاسيون. شنو هو لوريونطاسيون؟ يعني ديك الورقه اللي حنا بغيناها هي كتبان لينا هنا هي اوريونطاسيون. واش هذيك الورقه اللي حنا بغينا نكتبو فيها واش هي يا عموديه ولا افقيه؟ دونك هنا كيف ما كتشوفوها هما كيبان عندنا هنا لي مارش الهوامش. وكيف ما قلنا حنا الا هاد الورقه باغيين امبريميوها غتخرج لنا في الوراق اللي كنلقاو عاديين في المكتبه. كتمشي تشري واحد الباكيه ديال الوراق من عند مول المكتبه تتقول له يعطيني فوالا راميت دو بابي, واحد الباكيه ديال الوراق اللي العبار ديالها كتقول لي راميت دو بابي A4. دونك A4 21 في العرض 29.7 في الطول. قلنا المرحله الثانيه هي لوريونطاسيون. لوريونطاسيون هي هذاك الدوكيمون ولا هذاك الشيء اللي باغي نكتب انا سواء بالعربيه ولا الفرنسيه ولا الانجليزيه. دونك راسيكم الفرنسيه كيف دايره هذيك الورقه, واش انا باغي نحتاجها افقيه ولا عموديه. دونك ضروري خصني نختارها تما نشوازي هذاك الديمونسيون هذاك فوالا العبر اللي عندي انايا. ابري دونك لا طاي, دونك كيف ما كتشوفوا ها هي دابا هنا مثلا هو ديجا عطاني هنا شتي هاي طاي A4 21 في العرض و 29.7 في الطول. وعندنا لي كولون بحال هاد لي كولون وهادو بالنسبه للحاسوب ما غاديش نلقاوهم. كاينه ريفيزيون كاينه افيشاج اي ان سو دو سويت. دونك هنا غنديروا واحد بسيت فوالا بريزونطاسيون او بيان مثلا واحد لو دوكيمون, نديروا واحد دوكيمون اللي هو صغير نشوفوا كيفاش غادي ناخذوه.
غادي نمشيو مثلا هنا اوهو. هاد الطابلو هذا تانسيغا منين ديجا كنت كندوز قبيله ديسيني انسيغي. انا غادي نمسحو دونك هنايا نحاول نطلع الفوق. بالنسبه لالينيومون لا ميم شوز، دونك ناخد جوستيفي نحيد الايطاليك راه كيبان لكم هنا لو كران. الا كنا باغيين نكتبو واحد النص بالعربيه عقلو هذه مهمه، دونك سا نعطيكم هادو فوالا لي تكنيك ديال لو تريتمون، تقنيات الكتابه بصفه عامه. الا كنا محتاجين باش نكتبو واحد النص باللغه العربيه غادي نحتاجو لا طاي ديال الكتابه اللي هو 18، هذا لو كونتوني ديال النص، المحتوى ديال النص. العناوين غيكونوا كبر بالطبع من 18 باسكو دائما تنلخص العنوان غيكون كبر من المحتوى. باغ كونطخ الا كنا باغيين نكتبوا واحد النص باللغه الفرنسيه غادي نختاروا لا طاي ديال الكتاب 14 والعناوين غادي تكون كبر. دونك صاب واش عندنا عنوان ولا جوج ولا ثلاثه، كان عندنا مثلا جوج العناوين غنختاروا لو كونتوني ديال لو تيكست 14 فوالا. لو سو تيتر غادي نختاروا ليه 16، لو غران تيتر غنختاروا ليه 18. كومسا تكون واحد لا ديفيرونس ديال دو بوين ان سو دو سويت. دونك حنا نديرو واحد دو زيسي بالعربيه وبالفرنسيه وغتشوفوهم. هنا غادي نجي نختار لا طاي كيف ما قلت. انا غنبدا مثلا هنا ب نبدا بالعربيه شي مشكل، وغادي العربيه بيان سور كتبدا من اليمين لليسار. غنختار لا لينيومون ديالها، قلنا لا طاي ديالها هي سيدي زويت. ولا طاي بالنسبه للغه العربيه بصفه عامه كتكتب فوالا. دونك تايمني الرومان راه كتبقى عندنا تايمني الرومان بالنسبه للغه الفرنسيه، دونك نخليوها وكيبقى عندكم لو شوا. دونك غادي نختاروا هنا غنديروا تقديم ديال برنامج الوورد، هذا العنوان فوالا. نقولوا حنا مثلا الوورد هو برنامج لتحرير النصوص ومعالجتها يان سو دو سويت. دونك فوالا هادو 3 بوان، 3 نقط الى غير ذلك. دونك هذا مثلا غنشوف حنا هاد العنوان غادي نقدوه فوالا، ناخدو نديرو ليه سيليكسيوني اول حاجه كيفاش كنكومونيكي وحنا كيفاش كنهضروا مع هاد وسائل التكنولوجي، سواء حاسوب سواء طابلت سواء بورتابل. دونك فوالا بالنسبه لهاد لي لوجيسيال هادو خصنا نسيليكسيوني هي التحديد، يعني هذاك الحاجه اللي باغي نخدم عليها انا خصني فوالا ندير لها لا سيليكسيون هي نحددها. مثلا هاد العنوان غادي نجيبو في الميليو في الوسط، ندير ليه لو كران نكبرو، غادي نختار ليه اللون نعطيه مثلا لون احمر ولا ازرق، غادي نسطر عليه وما ننساش باش نكبر ليه لا طاي ديالو باسكو هنا سي عنوان نعطيه 20 ولا 22 فوالا. وضروري ندير واحد ليسباس اونتخ، ندير واحد المسافه ما بينه وما بين هذاك البدايه ديال النص، ندير اونتخ هنا ولا نجي هنا ندير اونتخ فوالا. وما تبقى دونك يبقى عندنا بلا طاي 18، هذا فرنسي هذا عربيه. بالنسبه للفرنسيه كنختاروا لا لينيومون، نجيو في لا غوش دو غوش فيغ لا دروات، وغادي نساو من ضروري من نبدلو اللغه. دونك انا بالنسبه لي هنا في التابلت كنبدلها من الكلافي ولا ما مشات حتى بالنسبه للكلافي ديال الحاسوب. عندنا بريزونطاسيون دونك فوالا بري présentation de programme Word. Donc n'oubliez pas d'accord de présenter W plutôt si majuscule parce que c'est un logiciel. À la ligne rejoins le star maintenant le Word ou bien donc c'est pas la peine d'ajouter tu arrives Word هو إذن programme programme d'accord de traitement de texte
Et voilà, on va corriger l'IA, traitement. Donc, là, je vais parce que je suis avec le point. Je suis avec très. Tellement, la lettre M. Et aussi, donc, je vais donc présenter un temps. Sélectionner le titre. Voilà, l'alignement du texte. Je vais choisir donc le centre, l'alignement, le milieu. Wasat, vertical, contrôler la taille, donc, stash. هنا قلنا الفرنسية خصها تكون ب14، إذا هنا هاد العنوان غنخلي ليه 16 ولا 18، ولو كونتوني غادي نديرو 14. إيوا إلا كان عندنا واحد التكست اللي هو يا مثلا سبيسيال ما فيها بس نقدرو نبدلو لها طاي، حنا كنهضرو على لي تكست اون جينيرال بصفة عامة، دونك نديرو ليه لو كرا، غادي نبدلو ليه لا كولور مثلا سي تان تيتغ نعطيو البلو، نديرو ليه سولينيومون، نبدلو ليه سمي الكتابة. عنوان مثلا واحد الكتابة أغيال وهذا دونك فوالا هذه واحد لا بريزونطاسيون فاسيل ديال التقديم حول برنامج الوورد كيفاش غنسجلو دونك هذه سي لوكازيون هذه فرصة كيفاش نسجلو غنديرو فيشيي هنا غنديرو اونجستري سو باسكو سي لا بروميير فوا غنسجلو أول مرة غنديرو اونجستري سو كيتعطانا هنا هاد فوالا لا بواط دو ديالوغ دو لونجسترومون واحد لو تابلو هنا يقول لك واش بغيتي تسجلو تحت اسم تقديم دوكيمون يعني اسمي اللي كنا عطينا العنوان علاش ممكن ما كناش بغينا غادي نكليكي حداها ونمسح ونسجل ندير اسم اخر اي جو في كليكي انجستري هو دابا كيتسجل الا سدينا ومره اخرى مثلا بغينا نرجعو غادي نلقاو دونك هذا تقديم ديال الوورد نتمنى يكون فوالا خفيف عليكم واستفدتوا منه واللي عنده شي تساؤل يحاول يخليه لي في التعليق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.